كرة القدم علمتنا نحترم اي منافس، والترسانة فريق كبير، ودايما بنقول الاهلي بمن حضر. اكيد طبعا يا بوب هتكون مباراة قوية وصعبة على الفرقتين، وتحديد طبعا فريق الترسانة، لكن هي مهمة جدا جدا بالنسبة للنادي الاهلي عشان يخرج من تداعيات الهزيمة امام فريق الاتحاد السكندري. لكن بس في سؤال، عشان شيء مهم جدا يا بوب، الناس بتقول ان الاهلي في كبوة، هل هزيمة تعني ان الفريق في كبوة؟ طبعا طب مثلا ريال مدريد دلوقتي تبقى في ايه لو الاهلي في كبوة؟ انا بقول لك ريال مدريد في كبوة، مشكلة النادي الاهلي وجماهيره انها اتعودت على المكسب. اصل الحاجات دي ممكن تاثر نفسيا على الفريق واللاعبين. النادي الاهلي مش في كبوة، النادي الاهلي ماشي بشكل جيد. تعرضنا لهزيمة في ظروف كتير الفريق متعرض ليها، سواء اصابات، غيابات، بعض الامور الفنيه، لكن الاهلي مش في كبوه يا بوب. يعني ده دي قيمه النادي الاهلي وقيمه الفريق يا امير. وده اللي قاله الكابتن احمد كشري. قال لك يعني في فرق الهزيمه بتاثر معاها. النادي الاهلي الهزيمه عنده وقفه وفاصل، وقفه ولازم تفصل ولازم تقف وترجع. وقال لك مش من الفرق اللي الهزيمه بتجيب هزيمه. بالظبط زي ما قلت لك يا امير. زي ما قلت لك يا امير ان الكره مكسب وخساره، والرياضه مكسب وخساره. جماهير النادي الاهلي، والنادي الاهلي فريق النادي الاهلي عود جماهيره دايما على المكسب، وده مش موجود في الدنيا كلها. لكن طبيعي ان النادي الاهلي دايما بيلعب على المكسب، والطبيعي انك تخسر مباريات ربما يكون بعيدا بقى عن الاصابات وبعيدا عن الاحداث. هي في الاخر هزيمه، وهزيمه ثقيله، وهزيمه فيها وقفه كبيره جدا من الجهاز الفني امير مع اللاعبين. وكمان عشان اكون منصف مع حريصي مع بعض اللاعبين، وانت برضو بتتكلم مع لعيبه، في وقفه امير كبيره قوي من اللعيبه نفسها مع نفسها طبعا. يعني اللعيبه عامله بدور مهم جدا مع نفسها من غير دور كمان الجهاز الفني، ما بالك كمان بقى بدور الجهاز الفني وحاسين بالموقف. وزي ما الشيف شعبان قال لنا، حماس واضح جدا وكبير على اللعيبه اللي هتلعب اللي موجوده من الاول، وعلى اللعيبه اللي جايه من قطاع الناشئين، وعلى اللعيبه فبشكل كبير جدا. لكن اكيد عندنا كلام كتير لسه معاك، وعندنا فقرات لسه مستمره معانا ومعاك يا امير في الاهلي الليله. طيب.